بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وعافية. المساج ده رائع رائع، ان شاء الله بإذن الله في خلال اسبوعين شكل الوجه هيتغير تماما للأجمل بكتير والأحلى والأصغر. هنعمل تصريف للسائل الليمفاوي، وهنعمل العضلات، نقوي العضلات والأربطة بالمساج الناعم اللي انتوا شايفينه ده. أهم حاجة تركزوا في طريقة المساج، هنجيب اي زيت حلو عندنا، سمسم او جوز الهند او جوبا افوكادو اللي موجود عندك، وهتحطي الزيت على الوجه وتبدأي بحركات ناعمة وبطيئة وببطء ولطف. مش هنشد الجلد، احنا هنسحب من غير احتكاك زي انا ما بعمل كده في الفيديو. هنتخلص من السائل الليمفاوي وهنغذي العضلات ونبعت لها بقى اكسجين وكولاجين وايرونيك اسيد. ركزي قوي في طريقتي في المساج. القرص ده حلو قوي، قرص ضعيف، قرص ضعيف مش قرص قوي. ما تجهديش الانسجة او الخلايا بتاعت الوجه. انا بسحب برفق وبنزل اعمل تصريف لمفاوي عند العين. لو في انتفاخات هنعمل المساج بالطريقة دي، بنشد جنب العين بالراحة جدا ونعمل برضو السحب بالراحة. الانف بيبقى متراكم عندها دهون وسائل لمفاوي. انك تشوفي الطريقة وتنفذيها وتجيبي مراية كده وتشوفيني اهم من انك انت تستعجلي وتعملي المساج بسرعة. الحركة دي حلوة قوي. انا هنا بشتغل برضو على العضلات، بغذي عضلات الخد. صوابعي بتنزل كده زي ما انت شايفة تحت عضلات الخد. ممكن تعملي لو اول مرة تعملي مساج، اعملي كل حركة من اللي انا بعملها مثلا 3 مرات، وتاني يوم تزودي مثلا 5 مرات، تالت يوم ممكن 10 مرات. المساج بيغذي الجلد، بيرطب الجلد، بيقوي العضلات، والعضلات لما بتقوى بتشد الاربطة، الاربطة بتبقى مشدودة فالوجه كله بيتشد. الله على جمالي، والله انا جميله وقمر. ما تنسوش يا ندوش يا قمر يا جميله. بعمل قرص خفيف 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 خفيف، باخد الخلايا بالراحه كده والف بيها. ما تنسوش لما نيجي عند الانف نقعد دقيقه تقريبا في مساج الانف، برضو بقرص بالراحة برفق كده تحت العيون عشان اتخلص من الانتفاخ. انتفاخ تحت العيون بيبقى بسبب تراكم سائل الليمفاوي والدهون، وساعات بيبقى في ناس عندهم العين الغائرة بيبقى ما فيهاش لا سائل ولا دهون والعظم داخل لجوه. دول لازم يعملوا مساج الجمجمة ويعملوا بالديرما مرة في الأسبوع ربع ملي. هنا برفع الحواجب برفق والجفون برفق بلطف برفق، واسحب والف. بوريك اهو بلف وبسحب، وبعدين اتخلص من السائل الليمفاوي. الصوابع تبقى لازقة في الجلد، الصوابع ما تبقاش مفتوحة، تبقى مفرودة زي ما وريتكم في فيديوهات قبل كده. انزلي بالسائل الليمفاوي لغاية عظمة الترقوة، ويا ريت بقى لو نزلتي كمان بعد عظمة الترقوة يبقى أجمل، ويا ريت لو عملنا مساج لفروة الراس طبعا والودان وعظمة الترقوة وخلف الرقبة والرقبة وتحت الباط والحجاب الحاجز. كل ما هنشتغل على نفسنا كل ما هنوصل لنتائج هايلة. الحمد لله عمري فوق 60 وأحب، ويعني الصيام المتقطع والمساج وتمارين اليوجا فرقوا معايا كتير قوي. انا كنت مترهلة جدا بسبب التخسيس، وكان عندي سكر وضغط،
دايما اقول لكم كده، انا كنت مريضة، مش طول عمري بهتم بنفسي ولا اي حاجة كده بالطريقة دي، كنتش فاهمة حاجة اصلا، وتعلمت الحمد لله بدرس تشريح. الجمال والصحة مرتبطين ببعض، لازم ارغي. لو مش عايزين تسمعوني وطي الصوت، بس انا عارفة ان انتوا بتحبوا تسمعوني. حاولي ان انت تاخدي وقتك في انك انت تفهمي التفاصيل الصغيرة، بتفرق صدقوني كتير. لاني بلاقي مثلا تعليقات اجابتها في قلب الفيديو، انت اما انت مستعجلة مش طايقة تستحملي كلام لمدة 10 دقايق، امال ازاي هتشتغلي على نفسك؟ تشتغلي غلط تترهلي، لكن لما تتابعيني وتهتمي بنصايحي هتوصلي للنتائج الحلوة اللي انا وصلت لها، وانا قمر اهو جميلة. ده تصريف للسائل الليمفاوي، الحركة دي شايفينها اللي هي الاولانية بتاع وانا بعمل تصريف ليمفاوي من الدقن، ايوه دي كده من عند الدقن واطلع فوق. طولي فيها شوية، طولي فيها شوية وانزلي لغاية عظمة الترقوة، وتحت عظمة الترقوة هنا بعمل مساج للخدود. العضلات يا جماعة بتبقى يعني عارف منكمشة، صغرت ضعيفة، لازم نوصل لها غذاء واكسجين ونحفز كده. انا بحفز الكولاجين، الجسم لما او العقل لما بيلاقينا بنعمل حاجة احنا ما كناش بنعملها، بنعملها دايما. يعني المساج انواعه كتير، او انا عامله انواع كتير اوي المساج ده. المساج ده ممكن نعمله كل يوم، طبعا مش كل يوم يعني الاسبوع كله، لازم يبقى فيه في الاسبوع يوم اجازه ما بنعملش فيه حاجه خالص، ولا بنلبس ولا بنلبس وشنا نلمس وشنا. هنعمل العين دي زي العين دي، بقول انا وانا بعمل المساج عقلي دايما بيفكرني يا نادية انتي بتصوري فيديو وما تاخديش راحتك، لان انا بقعد في المساج اكتر من نص ساعة، فلما بيفكرني كده بفتكر فاروح قايله لكم اعملوا كده الناحية التانية. احنا بنجبر عقلنا على اللي احنا عايزينه، بس انا بشكر عقلي لما يفكرني ان انا بعمل فيديو، لان مش هقول هقعد نص ساعة في الفيديو يعني، وممكن اعدي نص ساعة على فكرة، لاني ببقى سعيدة جدا وانا بعمل المساج، بحس بانتعاش كده ومبسوطة، واحس اني هنا عظمة عضلة المضغ دي مهمة قوي، قلنا ان العضلة دي لازم نعمل لها مساج عشان ترجع تتغذى وترجع تكبر تاني. الجلد بياخد مساحة العضلة، الجلد بياخد مساحة العضلة، كل العضلة ما كبرت وبقت قوية والأربطة مشدودة الوش هيتشد. زي ما بعمل هنا في الأنف، اعملي الحركة دي مثلا 10 15 مرة، وانزلي تحت عظمة الخد بالراحة بالراحة كده، واعملي مساج، خدي وقتك بالراحة. يعني ممكن تعملي الحركة دي 3 4 مرات، وتلفي فوق حواجبك وترجعي تاني تنزلي وتلفي، ممكن 5 مرات كمان. وركزي وانتي بتلفي تحت عظمة الخد انك تلمسي العظم، احنا عايزين نغذي العظم كمان. الجمجمة شكلها بيتغير، مش عايزين شكلها يتغير، عايزين نغذي العظم كمان ما ننساهوش. في مساج الجمجمة مهمة قوي برضو. كل ده والله على القناة ومدلعاك، وبتسألوني بروح أشوف السؤال، وبعد كده أروح قائمة التشغيل أجيب أنسخ الرابط وأجي أحطه لكم، بحط لكم فيديوهات كتير في صندوق الوصف. وبعدين أنتوا يا أحرار، يعني أنا بحاول أخليكم تشوفوا الحقايق، إن إحنا مش محتاجين فلوس عشان نبقى صحتنا حلوة وشكلنا جميل، ده بالعكس اجتهاد بايدينا اهو. شعرايا يا مضايقان، وحبه زيت بس يكون نقي يعني، وانا بعمل زيت جوز الهند برضو في البيت حلو قوي، وبشتري زيت السمسم. الرقبه هنا عظمه الترقوه، بقول لكم انزلوا واشوفكم على خير.